مريض القلب ايه الحاجات اللي يخاف منها؟ يعني لو عايز يصوم ايه الخطورة في ان مريض القلب يصوم او بعض مريض امراض القلب القلب؟ في العادي لو انا ما عنديش مضاعفات والحاله العامه مستقره والادويه منتظمه ممكن يصوم ويبقى الصيام بالنسبه له مفيد. لكن امتى هخاف؟ هخاف لو عندي مشكله في ضربات القلب، كهربه القلب بنقولها، او عندي ارتشاح على القلب، او عندي فشل في عضله القلب، او العلاج اللي هو بياخده بيتضمن كميه عاليه من مدرات البول. ففي الحاله دي هيفقد جزء كبير جدا طبعا من السوائل مع الصيام، وده عامل خطوره قوي جدا لانه بيزود من خسوره الدم لو حصل نقص في سوائل الجسم، فيزود لي معدل الاصابه بالجلطات او طبعا اهم حاجه في مريض القلب والضغط انه يحافظ على الهايدريشن، يعني معدل الميه في الجسم، لزوجه الدم، لزوجه، لانه ده هيأثر لي بشكل مباشر على يعني لزوجه الدم، سيوله الدم بقى بالظبط. عشان كده بيبقى حريص انه ياخد الاسبرين والكلام ده تمام. كله عشان فمن ضمن اكتر الحاجات اللي تبوظ لي القصه دي انه يحصل نقص في السوائل في الجسم. يقول لك هاخده على السحور يا دكتور وبعدين اصوم، ياخد ايه على السحور؟ المسيلات الدم مثلا زي الاسبرين. ما عنديش مشكله، بس انت طول النهار صايم، لو مع شويه تعرق او جو حر هيحصل على طول فقد بتحصل مشكله، وخصوصا بقى هنا لو احنا عندنا سندروم يعني ضغط وسكر قلب وضغط بالزبط. وعاده دول بقى لازم نبقى فيهم حريصين جدا جدا ان هو قرار الصيام ده لازم يبقى قرار طبعا مدروس، قرار مدروس. والمشكله كمان انه في احنا المتعارف عليه طبعا والناس عارفينه، الضغط العالي وده ليه اعراض، والضغط الواطي وبرده ده ليه اعراض، وبرده بالخطوره بمكان ان احنا لازم ننتبه ليه. وكمان مؤخرا يعني يمكن انا عرفت ده الضغط الخبيث اللي هو اللي بيطلع فجاه او بينزل بالزبط. فجاه، فده برده لازم ان احنا نكون مراعيين كويس. وده بقى مريض منتشر الضغط قوي دلوقتي. ده حقيقي. معظم حالات الضغط اللي لسه ما تشخصتش بيبقى عندها المشكله دي، انه فجاه الضغط ينزل. ايوه فجاه الضغط يطلع مريض الضغط بقى، لانه يعني هو مش عارف لسه انه عنده ضغط.